السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم يوجه الخير في قناة نيجازيرية لهذا اليوم وصفة اليوم راح تكون عبارة عن تحلية بسيطة راقية توالم بزاف أيام رمضان أو سهرات رمضان وحتى العزائم كما شفتوا هي عبارة عن في العنوان هي عبارة عن تحلية بالبرتقال إذا عندنا هنا المقادير عندي نصف لتر عصير برتقال 1 litre جو d'orange في الحقيقة أنا كنت شريت كيلو كيلو تشين هذيك تاع العصير عبرت زوج دو شوب من هذا اللي هو يرفد ميتين وخمسين لتر عطاتني نصف لتر وهو شبقى من هذاك الكيلو يعني بعد ما من نحيت منه نصف لتر طيب نصف لتر عصير برتقال ولا مقدارين زوج كيسان عصير برتقال يقابلهم زوج حبات بيت فات سي دو دف يعني زوج صفار بيض زوج مغارف سكر زوج مغارف نشا و كريم شانتيي بهذاك الشوب شوب ماشي معمر هذاك الكاس تاعي ماشي معمر شانتي بودر دو شانتيي و حليب باش نطلعوا به لا شانتيي حليب بارد نخليو هذيك لا شانتيي تكوتي راه بعد نرجعوا لها نبداو نحضروا الكريمه اذا, اذا عصير البرتقال هذاك نديرلو زوج مغارف سكر و زوج مغارف نشا كلش بارد في برد ونحطو فوق النار هنا زوج مغارف معمرين مايزينا ولا نشا ونزيد زوج صفار بيض كلو بارد في برد تحلي النشا مليح اذا كما قلت لكم عباره عن الديسير راقي هايل خفيف منعش يعني رائع لسهرة رمضان يعني نوجدوه مادام كان شويه مازال برتقال مازال وخاصه العصير مازال كاين يعني اون بو في هذه الايام المباركه لا كريم باتيسير هادي ف كريم باتيسير تشبه كريم باتيسير سهله مهله كل بارد كلش بارد في بارد تحط فوق النار حتى يعقد ولما تحطيه فوق النار ما تهبسيش عن التحريك دونك هنايا يعني تحرك تحريك مستمر حتى يثقال العصير او الخليط يثقال يولي كريمه جميله جدا رائعه هاوليك هنا راهو اختار عقد هنا بعد ما يعقد بون كي تشوفي هذاك يعني اللي الغليه الاولى كما كتشوفوا اوب تنحيه تخليه يبرد شويه ومن بعد تحكمي كؤوس التقديم ديالك بعد ما يكون يبرد شويه ما تخليش ماشي سخون هكذاك اونطرو يبرد شويه نروح نوجد لا بودغ لا كريم شانتيي تاعي الوغ بودره الشانتيي كما قلت لكم هذاك الكاس ماشي معمر وكاس حليب بارد نمزج الخليط ونخرج ان كريم شانتي عادي يعني وتكون عاقده شويه نذكر انه الكريم تاع تاع البرتقال راهي تبرد فوالا لا شانتي هاو القوام ديالها طيب هنا نحول دغيساج نأخذ الكؤوس التوعي كؤوس تقديم نأخذ جزء من هذيك لاكريم اللي تكون بردت شويه ونعمر مش نعمر الكؤوس نحط جزء منهم حوالي الربع هكذا دوك تشوفوا يعني نحط طبقه صغيره اون بروميير كوش هايليك نعمر كل الكؤوس تاع التقديم دوك نوري المستوى وين ايه لازم يكون حوالي الربع حوالي فوالا هاو ليك شوفوا كيفاش وين لحقت لو نيفو تحبو دي دكتور سي دكتور مي دوك تشوفوا بلي خاطر راح نديروا طبقات اون فيت مع التزيين تاع لا شانتي راح نزيدو نديروا ثلاث طبقات لا كريم بعد لي تقعد نخليها تبرد مليح لازم تبرد البنات ها خليوها تبرد بيان باش نضيفو لها خليط تاع الشانتيي هاديك سينو تعاود تهبط لنا لا شونتيي تبردش مليح فوالا نخلط كلش مع الاول نمزج ندير الخليط بيدي وبعدين نستعمل راح نستعمل الميكسور رائعه التحليه بنات ديروها ما مت... تعزوش عليها رائعه رائعه تستاهل تستاهل انك تحطيها لعائلتك ضيوفك يعني العائلة تجي تفرحيهم بهذه التحلية في سهرة رمضان وتنحي كما نقولوا حنا تفاجع القلب روعة أه على فكرة من أه بعد زيدوا ضربوا شالة وحدها أه يعني زيدوا مقدار حوالي تاع كاس تاع الشاي ولا مع كاس نفس المقدار تاع الحليب وطلعوا شونتي عاديه كما هاديه ماشي دخله يعني في هاد وحدها بور لا ديكوراسيون للتزيين عفوا كنت نسيت ما قلتهاش مع الاول دونك لا دريها ديريها اون دو فوالا نخلط مليح باش يتجانس مليح هذاك ال... وهاديك لا كريم تاع التشينا الى ما كي تخرجوها من الفريجيدير الى كي تبرد تواسات ضربوها مليح بالميكسور ولا تعاود تجمع نفسها ما فيش مشكل فوالا voilà. نخلط الخليطين ودوق، نعاود نكمل لي فيغ تحبوا ديروا في لابوشادو يديروا انا كانت هنايا شويه جد كانت شويه جاريه خليتها في داك لو تاس ودرت بها أه... ها النتيجه والان المرحله الاخيره كما قلت لكم هذيك لا زياده زيديها كطبقه ثالثه هنا ما وريت لكمش الاخر كانت حتى لي المقطع لكن راح نزيدها من فوق لا شانتيه بلانش هكذاك وحدها والتزيين طبعا يبقى أه شخصي وهاي النتيجه النتيجه عفوا اسمحوا لي اثر الصيام شوفوا شحال شباب شوفوا داك الزين تحليه رائعه راقيه شوفوا التزين يبقى اختياري البنات حبود ديروا انا حكمت انا شيا مبشور تاع البرتقاله حطيته من فوق حطيت شابيستاش يعني بجس دوني كولور هكذا زياده خضراء المتوفر عندك عندك لوزي عندك كاوكاو ديري واش حبيتي هذه هي وتاكلوها بالصحه والهنا ورمضانكم كريم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته